السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مباراة فلسطين والأردن. أتمنى من أخواني أخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. طبعا هذا كان الشوط الأول، كان انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 هذا الشوط، وهذا كان الهدف الأول لفلسطين. يا سلام، رائع، هدف رائع. شاهدوا مرة أخرى، هذا هو الهدف، هذا كان الهدف الأول الفلسطيني، كان في المباراة من الشوط الأول. يا عيني يا عيني، يا سلام. هاي هنا مرة أخرى كما ترون، هذا الهدف الفلسطيني. طبعا الآن للشوط الثاني، لكن هذا أنا حبيت إني أبث أهداف في الشوط الأول كما ترون. الآن أيوة تمام، الآن ترون تمام. شاهدوا الآن ضربة جزاء للمنتخب الأردني. طبعا هذه مباراة لا أقل من 20 سنة. هسه نشوف ضربة الجزاء الثانية، نشوف ضربة الجزاء كما ترون. ضربة الجزاء الثانية، هدف هذا الهدف للأردن، هذا الهدف للأردن. شوف الأطفال يسعد، هي ضربة جزاء كما ترون، ضربة الجزاء للأردن. طبعا هدف، وهذا الهدف الأردني. وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، والآن بانتظار الشوط الثاني.